إجراء تنسيقيا بين يدي توابع اقتحام وحدات قمع تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية سجن عوفر وإصابتها عشرات الأسرى استهدفتهم بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت. دعا مكتب إعلام الأسرى على لسان الناطق باسمه علي المغربي إلى تشكيل غرفة إعلامية موحدة لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال، مقدما الإطار المقترح شكلا من أشكال الارتقاء في مستوى مساندة ودعم قضية الأسرى مقابل الهجمة الشرسة والمنظمة التي تقودها إدارة السجون الاحتلال تحت دعم القرار السياسي وتغطية الرأي العام الصهيوني. دعوة وتقديم أبرزهما علي المغربي على مائدة ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرى بغزة، وعززهما المغربي بتوكيد دور مساندة الإعلام والشعب والجمهور الفلسطيني في صناعة نجاح الخطى الاحتجاجية للأسرى وإسناد عريضة مطالبهم الحقوقية. وبين المغربي أن الغرفة الإعلامية الموحدة لمساندة الأسرى المنشودة ينبغي أن تضم إعلاميين مختصين ومتحدثين باللغات الأجنبية ابتغاء مخاطبة ألوان الطيف العالمي وابتغاء وضع خطط مساندة إعلامية وبعث موجة ضغط ترتقي بقضية الأسرى وتنقلها من ضيق الهم الخاص إلى سعة الشأن العام، غير مسقط من حساب تبويبه انضواء قانونيين مختصين تحت لواء العضوية لتسليط الضوء على الخروق والمخالفات القانونية التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى في السجون والمعتقلات.